أهلا بكم مرة تانية في لحظات جريئة. هل محمد رمضان شايف نفسه فعلا نمبر 1 ولا هو بيسوق لنفسه بطريقة أمريكاني شوية؟ وهل اللي تعاملوا معاه شايفينه حد مغرور ومتعالي ولا كان ليهم رأي تاني؟ وتصريح حد ان هو نمبر 1 ده استفزاز لمنافسينه أو للناس، ولا شايف انه من حق كل واحد يقول؟ كل واحد يقول. بس إذا كنت بتشير لمحمد رمضان، أنا بحبه الحقيقة. يعني اشتغلتي في زلزال معاه؟ اشتغلت معاه في زلزال، واحترم وأدب وتواضع جدا. بيحب كل الناس، ما بيكسفش حد خالص. أنا بشوف الناس بتقبل عليه كانت إزاي في أي مكان هو فيه. لا يعني هو مش بيدعي التواضع، لا هو متواضع وأصله هو من الناس. يعني إذا كنت باخد عليه حاجات أنا قلتها له وإحنا بنعمل زلزال، قلت له يعني تقبل منك النصيحة. لا، مع احترامي اللي بيقول إنه هو نمبر 1، بحبه قوي على فكرة. تحبي محمد رمضان؟ جدا، بس زعلانة منه. زعلانة منه؟ يعني محمد ممثل كويس قوي وعنده إمكانيات عيلة، بس ما اعرفش مين اللي بيخليه يعمل الحاجات دي. والله بص، انا ما اقدرش اقول على محمد رمضان حاجه، لان انا ما شفتش منه حاجه وحشه يعني. وقناعاته الشخصيه ومواجهته للجمهور بكلمه نمبر 1 هو حر فيها، وهو اللي بيتلقى بقى حلوها او مرها. لكن انا هتكلم عن محمد رمضان كزميل في اللوكيشن، شخص كان بيجتهد جدا في شغله، وكان بيحب زملائه جدا، وكان يعني ممكن يعمل مشهد ويسأل، يعني هو لو هو عنده غرور مثلا او كده ما يسألش طب انا عملت المشهد ده حلو. يعني مره كان عامل مشهد ومفروض ان احنا بنحرق له التليفون، وهو بيقول خساره ان انا قلت لك امي في يوم من الايام او كده، وبيعيط وبتاع، واحنا طبعا كنا بنعيط معاه. بس بعد ما خلص قال لي، لقيته بيقول لي هو انا عملته حلو؟ هو انا يعني كنت مقنع وانا مثلا في تاثر باين وبتاع؟ اللي هو مغرور ما كانش يسال سؤال زي ده. هو اكتر الناس موهبه. بس انت بتشوفي محمد رمضان الاعلى موهبه في مصر؟ اكتر موهبه، مش اعلى يعني، في ناس كتير موهوب، بس هو موهوب بشكل كبير. انا اشتغلت مع رمضان على المسرح، والمسرح ده أصعب الفنون. أنا مش قدام كاميرا ممكن أعمل ستوب وعيد، فيمكن المسرح غير لي شوية فكري، أني بقيت بشوفه مختلف أكتر. لأن إحنا اشتغلنا قبل كده بكتير، كنت براقب البني آدم ده لأنه موهوب، موهبة فظيعة. لما اشتغلنا مسرح لا، اتخضيت، والمسرح بيكشف يعني. موهبة كبيرة، بس ما فيش حاجة اسمها نمبر 1. وهل فكرة نمبر 1 دي بتعتبرها يعني طبيعي جدا انها تتقال على فلان هو نمبر 1؟ زمن الترند كده، ان واحد يقول لنفسه انا رحت فيلم له حاجة اسمها جواب من معتقل، ولا مش عارف ايه، حاجة كده عن المعتقل، جواب اعتقال واستناني في السينما في مصر الجديدة، وخدني بإيدي وطلعني فوق عشان أقعد جنب علية القوم. وعلية القوم دول كانوا جمال السادات، وسلمت عليه، والسيدة جيهان وسلمت عليها باحترام شديد جدا. قدر يوصل للناس دول إزاي؟ معرفش. يعني عبد الحليم حافظ كان مرغوبا، وكان الناس تتهافت عليه، والدولة وكل البشر، كان مطرب الثورة. إنما نمبر 1، وطبعا انقطعت العلاقة بعد كده. كل اللي عرفته إن صديقي ميشيل أحد في اسكندرية قال لي انت عارف النهاردة أنا كان عندي مين؟ قلت له لا، قال لي كان عندي محمد رمضان. فقلت له محمد رمضان بتاعنا؟ قال لي اه. قلت له جاي ليه؟ يعني ايه عندك عشان ياخده؟ قال له انت مش عارف ان انا عندي عربيات ملهاش مثيل في مصر كلها؟
قلت له لا. يعني خد هو عربيات، يعني خد حاجات اسماء انا ما اعرفهاش، اشترى 3 عربيات. قلت له دفع فلوس ازاي؟ قال لي دفع باليورو. اندهشت جدا. انا فاكر ان عربيه عبد الحليم حافظ كان اسمها تونس، فاكر انت ماركه كده، وكانت يمكن سكند هاند اول عربيه ركبها. لكن بعد كده كان الملك المغرب بيهدي المرسيدس التوسيتس. يستحق محمد رمضان الوضع ده؟ هل هو موهوب للدرجه دي؟ له جمهوره، كل جمهور الترسو، هو ورث جمهور فريد شوقي. بس فريد شوقي كان فنان، محمد رمضان بيعتمد على فكرة الإبهار الناس بعربياته بتصريحاته. يعني هو في أجمل من صوت اسمها ايه المطربة الجميلة الشعبية اللي بتغلط، اللي قالت مرة ما تشربش مية النيل لأن ما عرفش فيها ايه. شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب، في أجمل من صوت شيرين عبد الوهاب؟ صوتها جميل طبعا. ولكن ينبغي أن تعتقل لسانها. اعتقال اللسان ده مهم قوي في حياة بعض الفنانين، وهو أيضا ينبغي أن يعتقل لسانه. محمد رمضان يسكت يسكت والناس هتحبه أكتر، وما يعملش حاجات كده، ما يجيبش عربيات ويركبها. طب ما يمكن ده اللي بيعجب جمهوره. والله هي فكرة، ربما. أتفق تماما مع أستاذ مفيد في حكاية اعتقال اللسان دي، لأن في نجوم كبار كل ما بيتكلموا بيخسروا، وفي نجوم تانيين ما بيتكلموش أصلا عشان ما يقعوش في الغلط. نطلع فاصل.